كاين واحد الباركينغ. اليوم جاتيكم فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نكتشفوا واحد المغاره كاينه في طنجه اللي هي مغاره تهرقل. ويلا خليكم معايا نكتشفوها جميع حيت انا براسي اول مره غادي نمشي نشوفوها. ويلا خليكم معايا. كتشوفوا ما كاينش الباركينغ حدا الباب ديال المغاره. حطينا هنايا كاين واحد الباركينغ كدور شويه عاد كتحطوا. المهم هي طوموبيلنا حطيناها هنايا ودابا غادي نمشيو نكتشفوا المغاره. هنايا كما كتشوفوا هاد البلاصه كلها باركينغ، يعني بلاصه كبيره ديال الباركينغ. كتمشي واحد شويه يعني شي دقيقه ولا جوج ما كاملينش على رجليكم حيت الباركينغ قريب شويه، يعني ما بعيدش بزاف. ها نتوما هنا خديت لكم واحد المقاطع من البلايص اللي كتطلع عليهم المغاره. وهنايا كما كتشوفوا دخلنا من الباب الرئيسي بحال هكا كتكون على هذا الشكل. هذا قبل ما كندخلوا المغاره كاينه هاد الساحه هادي ولا ماعرفتش غادي نسمع. المهم هاد الباص هادي كتطلع على البحر كما كتشوفوا. المهم كاين المطاعم، كاين لي كافي، كاين هادشي التقليدي ديال المغرب كيتباع هنايا كما كتشوفوا. وهنايا مازال غاديين، هادي هي الرئيسية ديال المغارة كما كتشوفو. تمشو معايا نشوفو شحال ديال الناس كانوا هنا. تبارك الله تحت مسطوكيا لقينا شحال. وحنا كنساينو في هاد الصف مع ديال الباب ديال الدخول وباب منين كتخرجو، يعني مكانش تدخلو من هنا. حتى هنايا الدخلة ديال المغارة كيكون كيتباع هاد الشي كما كتشوفو. هنايا ستي العام وانا واقفة تما شي خمسة دقايق لا كتر. المهم حتى العشرة دقايق، من خمسة حتى العشرة دقايق كنساينو هنايا كما كتشوفو. كانت هاد النهار هدا صراحة كانت فيها السياح تبارك الله بزاف بزاف ديال السياح، وعاد ضروري العرب. هانتوما كما كتشوفو هادي هي الدخلة، كانت مظلمة يعني ما غادي يجيو فيها لا تصاور لا والو، كون دايرين فيها غير هاد البيلا هكا بحال هكا كما كتشوفو باش يلاه كيبان شي شوية وصافي. اما باش تصور يعني ما مهم انا بعدا ما جاوش تصاور زوين هنايا صراحة. كون جميع التليفونات اللي عندنا ما جاوش تصاور زوين. المهم هانتوما خليكم معايا باش تكتشفوا المغارة كلها. صورت لكم جميع البلايص اللي كاينين هنايا. كتشوفوا هنا كيتباع ب 30 درهم كنظن، 30 درهم جوج دقائق باش تصوري مع هذا الشيء، تهزي هذا الشيء تصوري معاه كتخلصي 30 درهم جوج دقائق وانت كتصوري في حدا داك الشيء كاملين. جوج دقائق ديالك تصوري فيها، ولكن صراحة يعني ما يعني ما تصورناش ماشي شي حاجه تمشي تصور معاها. المهم هنايا كانوا الناس كيدوروا باش يكتشفوا، وحتى انا جيت نشوف هنايا شنو كاين. هانتوما هنا شفت لكم البيل يعني الفلاش ديال التليفون. كما كتشوفوا الدنيا عامره. نسيت ما قلت لكمش. المهم بالنسبه للخلاص كتخلصوا لي زادولت 10 دراهم، ومن 7 سنين 13 عام كتخلصوا 5 دراهم. جروب سكولير حتى هو 5 دراهم، وقل من 7 سنين غراتويت. ايوا المهم خليكم معايا تكملوا الفيديو حتى للتالي. كانت هاد البلاصة هادي كطل على البحر. هنايا كيضرب الماج واحد المنظر رائع كما كتشوفو. المهم عاضو بزاف والداخل الظلام راه كيمشي يعني الفيو مكتبانش مزيان، ولكن المهم خليكم شي نظرات كما كتشوفو. هنايا عتي الراحة كتشوفو هكا هاد الماج هنايا كيضربو صراحة واعرة. شوف هنايا
ايوا هذا مكان. الى وصلتوا هنا ما تنساوش ديروا لايك وتشتركوا في القناة الى كنتو جداد، ويلا خليكم مع الفيديو التالي. هانتوما شوفوا الفيو من هنا شي حلوه، راكي كتبان راح فينا كتشوفوا. هنايا سولت لكم شوفوا شحال كاين ديال السحام هنايا، بس باش تقدر تصور هنايا واخا مكنشوف التصاور زوينه حيت الضو ضعيف فيها، ولكن المهم يعني بزز باش تصور هنايا حيت السحام بزاف. هانتوما هنايا نبان لكم شويه في الفيديو واخا صراحه مكاين لا اضاءة لا والو، المهم هنايا حاولت نطلع لهاد البلاصه هادي باش نتصور، ولكن كما قلت لكم التصاور يعني ما جاوش زوينين مع الظلام، واصلا سمرينا بالبحر وزيد الظلام يعني ما جاوش التصاور زوينين، واخا ماشي شي سموري كما كتشوفوا يعني ما سمريناش بزاف هي صراحه تبدل اللون، ولكن المهم ماشي بزاف. ايوا هنايا عاوتاني كنا خارجين، صورت لكم هاد لي بيل هادو اللي كانوا شايلين الدوك بحال هكا. المهم وصافي خارجين بحالنا، صافي درت لكم الدور في هاد المغارة كلها كما كتشوفوا، ودابا رحنا غاديين بحالنا. هكا كتكون سالت الدور ديالنا في هاد المغارة هادي اللي هي مغارة هرقل كما راكم عارفين. المهم اللي بغى يعرف معلومات على مغارة هرقل غادي نخليكم واحد البحث درتو في جوجل، غادي نخليكم واحد التصويره اللي بغى يقراها واللي بغى يتعرف عليها مزيان. المهم وخليت لكم هنايا التصاور ديالها يعني وهي مضويه، لقيتهم في جوجل خليتهم لكم هنايا باش تشوفوها مزيان. وهكا كيكون سهل الفيديو ديال اليوم، كنتمنى يكون عجبكم، عجبكم اكيد ما تنساوش ديروا لايك وتشتركوا في القناه الى كنتو جداد، وبسلامة نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. باي باي. Thank you.